صنع طبختك جهز لي يدي واكسب خطوتك ويلا نبدا السباق في فقرة مذاق. 25 25 50 صح؟ شلون 26 25؟ شلون 26 25؟ 51 51 شلون حاطين هني 50؟ سؤال يا استاذ حمد. ايه من يوم دخلت المطبخ والبس دي وانت قاعد تحسب وانت عد الاكواب كل هذا عشان تشوف الشركه منقصه ولا زين؟ ذكي. كيف حالك؟ الله يسلمك. الله يسلمك. انا احس انه في واحد زايد لانه انا عندي احساس انه في واحد زايد. أنا مري أنا على الهواء ولا مو على الهواء؟ إذا على الهواء فنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام والرحمة. مساء الخير ومساء الأنوار ومساكم سعادة ومساكم جميل كجمال ابتسامتكم للعالم حياكم الحين. أهلا وسهلا ومرحبا في يوم غير يوم جميل. جميل في بداياته، مؤلم ومبكي في خواتيمه. شلون؟ اليوم اثنين بيودعونا في هاليوم الجميل. للأسف الشديد. يا اخي قرار ما ادري كيف اثنين للاسف الشديد اثنين بودعونا وانا كلي فرح كلي حزن. ايش كلي فرح ان اثنين يعني بيروحون حق اهاليهم ويشوفونهم، عرفت؟ اكيد. وكلي حزن ان اثنين بودعونا من القريه. يؤلمني هذا الشيء، يؤلمنا احنا بعد، يؤلمنا جميعا. طبعا الشباب على يميني وعلى يساري حاليا نايمين، ومع ذلك نقول شاركونا على هاشتاج كاريزما. لا 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 34 35 صح ولا انا غلطان؟ 35 35 اي 34 واضح انك نايم، فروح على الستيج الله لا يهينك. ما عندي جوال عشان اعرف. روح على الستيج. كاريزما كم؟ 35. روح على الستيج. هذا الستيج ولا كرسي شيخ؟ واضح انك نايم عدل. ما خلصنا الطبخ. سلطان راقد ولا قاعد؟ لا راقد. راقد؟ الحكم على الستيج. لا شيخ انت ايضا حافظ مش فاهم، ذاك ستيج وهذا كرسي. ها اوكي هذا ستيج. انا جيت وراك على طول. محمد معليش بس انت عندك مشكله، بس لو تشيلون لي الخربوتاتي. شباب اخونا نايف الاكلبي وينه؟ لا تطفخ هذه اقول لك شيلها. بس عندك انت مشكله في الاشاره، انت اشر على الكرسي وتقول روح على الستيج. حبيبي انا قلت لك روح على الستيج، لو اشر على المطبخ تروح وين؟ ستيج. ستيج الله ما شفناه بالعقل عرفناه. يا سلام. الله روح على الستيج. هذا اسمه ايش؟ هذا اسمه مسرح. مسرح والله جبهتك المسرح حبيبي. يلا حياكم هني. اما في لعبه فوالله ما الله لا خليك تتحسف على اليوم اللي جيتني في نايم. نوم ما في رفيجك وين؟ نايم ما حد نايم يا حلو. جاي في الطريق بس انه زين. شباب بر بحر تعرفونها ما تعرفونها؟ ها بار بحر تعرفونه ولا تعرفونه؟ هذه تذبح رجلنا. احلى شيء انا عندي صابه والله يا حمد. انت انا من جد قلت لك عندي سؤال يا استاذ حمد. استاذ حمد انا خبريري لك فيها مشكله. استاذ حمد عندي سؤال انا. لبيه. احنا داخلين المطبخ ولا داخلين صاله العاب رياضيه؟ كمل اللي بعد. كوتش طارق. انا كوتش طارق. ايوه يلا كوتش طارق. شخبر كوتش؟ قيام جلوس. جلوس قيام جلوس قيام. الله ما شاء الله. قيام لياقه. ها ليه حين نايم؟ خلاص اطلع نايم هاي ما فيها. قيام جلوس 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 قيام بر. شو تسوي بر؟ بر يعني روح. بحر كيف؟ لحظه ايش الحين؟ جلوس قيام قيام قيام. لحين نايم. ايش فيك كذي؟ ما في. شوف تسوي لي كذي يعني انت نايم. ظهري بس كذا قاعده. ما في هاي طق ظهرك الشيخ، طق ظهرك على السرير، هني ما في طق ظهر. جلوس. سريع، شوف واضح انك نايم. جلوس. نايم. قيام. قيام. وين رفيجك اللي معك في الفريق؟ تعبان. تعبان. بس بيجي بيجي. تأشر على سلطان ليش؟ نفس الفكرة يعني. جلوس قيام جلوس قيام. أنا لو ألعبكم كل يوم كذي أنتوا طلعتوا نحاف من القرية. جلوس. على فكرة أنا نازل والله ترى وزني يوم دخلت. شلون عرفت؟ قستبت جوال؟ لا مظهريا. واضح أنك راقد. جلوس فهد قيام. يلا شباب الحين بر بحر، بر تقدم قدام بحر ترجع ورا. طيب
عشان الحين المخ اشتغل فوق تحت بس ما اشتغل قدام ورا. يلا بر خطوه واحده وين رايح؟ ارجع لي بكراشتي. يلا بر بحر بحر يعني تمشي عليك تقول الله يطنيني بحر بحر بر بر بحر بحر ايوه الحين نايم جلوس قيام بر بر اطلع احنا في البر صح؟ لا انتوا في البحر البحر يا اخي ما شيء قاعد تغرق بر مويه هنا جلوس فهد لا جلوس اهل الوقت على مزاجك هو نايم فهد ايش هذا جلوس هني تقعد شو تسوي كنا في البر احنا الله حلو يا شباب صح صح تو صح صح ليه حين اوقف يلا التمرين اللي بعده ارجع هني طيب حمد تلبح حاج ترى ممكن تشفع لهم شغله واحده تدري وش ترى اللي الورق العنب اللي سواها ما يمشي اليوم لذيذ شي يفيدني اذا انه جايني راقد هني لا لا مو مراقدين ان شاء الله خلنا نشوف اخر شيء يلا شباب يلا شباب واحد اثنين ثلاثه شباب واحد اثنين يو يوم المدرسه واحد يو ذكرني اثنين ثلاثه تعد اربعه خمسه ستة سبعة أنت اللي تعبت ثمانية أنا عشان صح صح مواقف الرجال ها استريح تسعة تسعة عشرة هاي أحلى حركة عندي يلا بدل بين هاي وهاي كل رقم تبدل ريل ريل يا لا 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 يا لا 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 13 خليهم يشغلون شيء تزبط على الله 14 يلا واحد اثنين سريع ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة بسرعة سريع طير يلا دور 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 والله دخنا يلا حياكم نزلوا والله أعطتنا نشاط يا دورك أعلان شو أسوي من ساعة هني والله أهنيك هالمبادرة هذه الجميلة لا هاي مو مبادرة الشيخ من كثر المبادرات صرنا نقول مبادرة يلا يلا انا عندي مبادره اسمها مبادره النوم لان النوم يزيد من التفكير في جسم الانسان صح ولا لا يزيد التفكير النوم شو يسوي يزيد التفكير بجسم الانسان انا اوريك عيد 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 اوقف واحد اثنين لا لا هني في النص يلا واحد يا واحد حمد حمد خلينا نروح نادي يا ريت يا ريت شباب يعطيكم العافيه طبعا اليوم عندنا صور لشخصيات جميله من كانت في الحجر المنزلي يا زينهم زينه توقعنا ها ما ادري جاني احساس انها انا لا الحجر المنزلي كنت في الدوام اغلب وقتي مستشفى خلاص يا احمد لا لا تمرن كمل ايوه كذي هاي قاعد يفتر لا لا ارجع مكانك المخرج عاجبه الشيء صراحه يقول أول مرة أشوف فهد نشيط يلا واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر 11 12 حليلة يا حليلة يا حليلة لحظة خلني أسحب الخيط الحين يفتر أرجع مكانك وافتر ها شباب صبحكم الله بالخير مرة مساكم الله بكل خير جزاك الله بالنور والسرور يا رب يعطيكم العافية الله يعافيك عزيزنا العميل اشتراكك في شو اسمه 14/9 كفو هاي اللي فالحين فيه شلون اشخطك فلوس ايش الشركة اللي انت متعامل معها حقت اسفت شركة في التاريخ ايش اسمها؟ ها؟ بدون اسمها؟ بدون سوسو اعلن اصبر لا قال سوسو اسمي ها؟ انا راعي الشركة زين حبايبي يا جميلين شلون تبون نبتدي اليوم؟ أبد نبتدي باتصال على الشيف أبو علي يلا لأن الشيف أبو علي وينه؟ ما حضر في إندونيسيا فداما ما حضر شو نسوي فيه؟ نحضره غصب لا لا عنده عذر قول الله يطعني
واقول الله يسبق بي جنوبي النثر هما على غيمة جنوبية. يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 الله يا لا لا يا لا 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 على غيمة جنوبية. عطني اللي دائما نحبها وسني لي يا قالت فديتك يا عرب ربي ترى قصبي جبال بلا مع الريح الشمالية. كمل كمل معي يا لا لا انت بيجي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابو علي، انت على الهواء مباشره معك. اهلا وسهلا، حياك حياك الله حبيبي، مرحبا بك ابو علي، معك بالخيمان. ايش ابو علي، حياك ويسمى ابو علي. كيف حالك حبيبي؟ هاي حافظ مش فاهم، واضح انك قاعد يقرا ورقه. ابو علي كيف حالك؟ وين ارضك وين سماك؟ لحظه، شنو اللي ماسك الفقره؟ ايش تركي اللي تركي اللي ماسك الفقره؟ افا ابو سلطان. اي نعم هو الشيف حق المطبخ. لا سلطان. اي نعم هو اللي ماسك المطبخ. ابو سلطان لا، حق فقره محاكمه، انت حق فقره مدار. لا لا والله نزل، هو يقول بينزل قرار اللي هو الشيف المطبخ، وحينزل واذا ما عجبتهم الطبخ الا الطبخات يسحبون انفسهم، فهو اللي اعطاهم الطبخات. هو اللي يعني منزل اليوم دياي وبصل وآلو. اي نعم هو عنده. نعم انا ما نزلت شيء، منزله ابو سلطان، انا ما نزلت شيء. كيف ابو سلطان؟ تمام تمام، يعطيك العافيه ابو علي، ما قصرت. على وسهلا حبيبي، في امان الله. كيف ابو سلطان؟ كلوز. زين شباب، مثل ما تشوفون طبختكم اليوم، مع احترام الشديد، كل واحد له فقره عليه ان يحضر لها. شيف ابو علي وين كاميرتي؟ خليني اوجه لك رساله حبيبي الجميل، دام عندك فقره لا عذر لك باي مقدم اخر، عليك أحسنت. الحضور الى فقرتك في وقتها والانتهاء منها. احسنت، لا يستفزك غيرك بانك تتكاسل عن الحضور الى الفقره. احسنت يا حمد، كل حبي لك يا ابو علي. احسنت بطل يا زي حمد. شباب والله تصريح قوي، وهذا يدل انك محايد، هذا اللي يعجبني. عليكم السلام، يلا نافجه حبيبي، تعال تعال. اي اشوفك راي. لا بعطيه. اوكي زين شباب، اليوم عندنا شنو؟ دجاج دياي. دياي وعندنا طماط وبصل. نعم. وعندنا الو. الو بطاطا. لا بوتيتو. بوتيتو. الو في اخت التوميتو. حاولوا انكم تشيلونها. لا ايوه خلاص. اي واضحه. وهني في شو اسمه هذه؟ صوص اللي هو كاتشب. هذا صلصه. معجون طماط. صلصه. لا تيشرت فهد العطوي. فهد مطيري. فهد المطيري مسامح. وهني بتعيد نفس المكونات؟ انا اعيدها. لا اونو. هني اونو في خشمك. شو اسمها؟ اونو. زيت زيتون. طل زيت زيتون، انت شايفه زيت زيتون هذا؟ زيت زيتون عشان الناس تعرف انه صحيين. وهني الو. وهني بصل. دياي. شنو ذي؟ دياي. شنو؟ دياي. دياي. وهني طماطم وبصل. لا طماط وبصل. طماطم وبصل. ايه. وهنا معجون طماطم. وهني اونو. الو. الو. شنو؟ اونو. اونو في خشمك بيك راشدي. شو اسمه؟ بطاطس. الو. شو اسمه؟ اونو. حبيبي الو. الو. شنو؟ باللام ولا بالنون؟ باللام. اونو. خلاص. الو. 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 شو اسمه؟ الو. الو. لا خلينا نشوف. تمارين الصباح. تمارين الصباح. والله تمرنا قبل شيء. لا 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 ترى ترى مدرس يعني، ممكن في اي وقت يسوي تمارين للطلاب يعني. واحد لا معذور. فهد خل دام اليوم ابراهيم انا. شباب في اثنين راكدين عندنا، سلطان لعنزي ونايف الكلبي، حياكم قدامي. ماني براقب. حياكم قدامي. ما سويتوا تمارين؟ يلا ما سويتوا تمارين. من حقي ولا مو من حقي؟ من حقك. لا ما سويت. حياك الحين. وين؟ لا سوينا الحين على المسرح. انت ما شفت اللي سووا قبل شوي 10 دقائق واقفين؟ ايه لا خلاص نبدا عشان الوقت. اوه انت جاي متاخر. باقي ساعتين. مستعير في شيء؟ يلا يا نايف يلا سم. شباب اول شيء انا عندي سؤال. خلاص انا ببدا اقطع. هاي 50 ولا 51؟ لا 50. هذه 51. استغفر الله. 51 شلون عرفت؟ لانك انت خيرتني بين خير فرجي. زين ليش هني مكتوب 50؟
ليش مكتوب 50 وهني يطلع لي 51؟ شاب يعني واحدة تكون سامبل. والله واحد اثنين. إيش معنى سامبل؟ أربعة. سامبل عينة. يعني نفس خشمك. واحدة نفس خشمك الحلو. أوه. تسمع مني ولا منهم؟ تبي أخصم؟ قل لي أخصم عليهم بأخصم عليهم. يا سلام عليك. لا ما أنا. يا ولدي. أمشي. هذه ليموني بك. آخر مرة لهم. شو الطبخ اليوم؟ والله شباب يعطيكم العافية طبعاً طبختكم اليوم. وش هي؟ ما أدري. صينية دجاج باين دام إنها كذا. عليكم دياي عليكم دياي عليكم نور. الله يرد إبليسك أنت ودياي. هاي بدايتها إسراف وتبذير. يلا. زين شباب. إسراف حبي حط لي إياها. ها؟ وين الإسراف في الموضوع؟ أنا كلمتك أنت. إيه خلاص. شفت شلون؟ أنت حافظ مش فاهم. نايف قواك الله. الله يعطيك العافية. أنت اليوم في الديلمة. اي نعم. تتوقع انك احد المغادرين؟ والله ما ادري تحت الله. ها؟ ما ادري والله. ما اسمع. اقول والله ما ادري. اسامي قوية جدا. بس توقعات توقع لا توقع. من اللي يعني يمكن؟ من الشباب يعني؟ اكيد يعني من الكبار. والله هذه شيء قايمة على التصويت وعلى الجمهور؟ ايه يعني ما حد يقدر يتوقع. زين سؤالي لك. اسامي قويه دخلت البرايم. اي بالضبط. انا استغربت موجود بعض الاسامي قلت لا الحمد لله انها دخلت عشان تعرف. سؤال، هل كنتم متوقعين كل هالاسامي؟ لا. لا. مثل الاسامي ما كنتم متوقعينها. بقول لك انا بأيدك اي او لا. يعني زي شخبور مثلا ما كنا متوقعينه. ما كنتم متوقعينه؟ لا. خير شخبوط. متوقع في الدينما. خيط من مهنا. بس انت تتكلم عن شباب غابوا. خصم عليهم صح ولا انا غلطان؟ اي صح. اي يعني نتكلم عن خصم. اسامي عندك فهد شلون؟ اي اللي انا استغربته مره فهد القمي. فهد الكل اجمع على الاستغراب انه في البرايم. وعادل بن هيف، هذول الاثنين اللي مره يعني ما غابوا ما عندهم غياب ما عندهم شيء. هاي الكل اجمع على مثل ما يقال الاستغراب علامات التعجب عليهم. إيه؟ بس السؤال اللي يطرح نفسه يا نايف، يا ترى هل المايك نصيب من هالشيء؟ اكيد المايك عليه خصم. ايه فتوقع في كل قاعده انت ما تشغل فيها المايك على طول خصم. ايه كل يعني مو على القاعده الواحده خصم واحد، كل خمس دقائق ما تشغل فيها المايك خصم خصم خصم. كل ما تتكلم كلمه والمايك مو مشغل خصم ايضا خصم. صح. تقول لي قفازات صغيره بعد. ليش؟ كيف تصير؟ لا الشيخ هاي انت الاصل تلبسها كامل. ها؟ تلبسها كامل. كيف يعني؟ كامل. انا مري ليش لبست قفاز. واضح اني متأزم. انت اللي حافظ مش فاهم. في رسالة من ام واحد من الشباب. عسى ربي يحفظها ويطول في عمرها ويحفظها ويطول في عمرها، قولوا امين يا شباب. امهاتنا جميع. سؤال، ما تشوف سكين في يد رفيجك؟ ما تقطع الدجاج. ها بيقطع لحم يعني؟ تقريبا. شو 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 حطه عندهم زبالة لا شوف. ما في عندنا هني. احنا روح الجماعة وين روح الأخوة؟ الجماعة رايح صافقني هناك عشان طلبت مسكين. اكو عندك اثنين انا جايب لك اثنتين. لا هذه حقت فاكهة هذه. حبيبي هاي حق اطفالنا. حق كبار. تفضل. زين خلينا نشوف الهاشتاج 35 كاريزما ايش يقولون؟ أمة محمد اخواننا واخواتنا المتابعين والمتابعات. ونذكر اليوم بيغادروننا اثنين من الشباب للأسف الشديد. أربعة بيكونون على البوديوم مع الحبيب زياد الشهري. يا ليتك تسولف بس سوالف غير بيغادروننا اثنين. يا ولد أنا مستانس بس تعرف اللي أحسسكم إني مو مستانس؟ قلت لكم مستانس لانه بيروح يقابل امه وهلا وناسه. ادري بس انه ايش بعد يمكن ما قدم شيء باقي له شيء. ايش قلت؟ ما قدم شيء. 35 يوم ليش ما قدم فيها؟ باقي لسه 35 يوم من بعد فقره مذاق ليل عصر نص ساعه تكون فقط على كوادر خاليه من الشباب. ممكن اعرف ليش؟ سؤال حال المتابع. ما تعتبرون استهتار؟ لا مو استهتار ضغوط نفسية. ايش دخل الضغوط النفسية؟
لا يعني بكل أمانة يعني نص ساعة تقريباً 45 دقيقة يومياً يتم فيها يعني مثل ما قال بتنحط على كوادر، المخرج يحط على كادر زرع، الناس تعرف انهم حفظوا النخلة اللي برا. اي بس يمكن تعرفوا عليها، يمكن نص اللوكيشنات داخل فل. ها؟ نص اللوكيشنات جوا فل يعني، هو يمكن حط لوكيشنات حجرة النوم صح؟ لا مو بحجرة النوم. ها؟ يمكن هو حط الاعداد حط على مكان ما في احد، ولكن اللوكيشن ثاني. وتصدق ان انا اصور كل مرة كل ما اطلع من فقرة مذاق اصور في سنابي ان اللوكيشنات كلها خالية. انت ما تجينا لاخر البث اكيد ان لا لا الان انا اتكلم صح. انا اتكلم من بعد فقرة مذاق للعصر. فقرة مذاق تخلص الساعة 3 وانتو تيون على البث 3:45 3:40 اللي تنظف اللي تروش اللي يلبس اللي يكوي. زين ليش ما حد يعني واحد يتروش واحد يتنظف الباقي يشتون وين؟ واحد يشتون متسابق صح ولا انا غلطان؟ من كذي انا ما اعتقد ان الادارة اخطأت لما قالت والله احنا نطلع اثنين عشان الشباب يعرفون. اي شيء يحكم فيه ابو سلطان قبلين عليك نور. خلاص صدقني ابو سلطان ما يحكم هني والطريق. انا يعجبني ابو سلطان صراحة. ايه لا لا فهود يبون سكين لبه سكين دقيقة خلاص خلنا خلص. فهد المطير وفهد العطوي بينهم خلاف؟ لا لا اما فهد وفهد بينهم خلاف. انا اسأل لسان حال الجمهور وهالاشياء اللي ياسني يسألون فهد المطيري فهد العطوي يا حمد الله يسعدك حل الخلاف اللي بينهم. والله ما في خلاف ولا شيء. تخيل بك خلاف. وانا ماني بريموت كنترول مع الناس ترى. لا انا كلام يوديني ولا كلام يجيبني. صح بس ما له دخل. ليش انت تحس ان احد وداه وواحد يابه؟ لا انت حير. تقول انت تقول الحين انا قلت لك قيدتني بكلام عرفت. لا انا ما قيدتك. انا سالتك الناس قالت لي يا حمد اسال فهد من حقهم يسالون ولا من حقهم؟ ما في ما في خلاف ابد من حقهم صح؟ من حقهم بس ما في خلاف. وانت انت لك الحق في الرد او او لا عليك نور. أنا شو تقول انت؟ انا اقولك ما في خلاف بس مره. حمد في شغله بسالك اياها دينيا وش اللي هي اللهم صل على محمد السلام اللي هو اعذر اخاك 70 عذره التمس لاخيك 70 عذره فان لم يكن له عذر يعني الان يعني الان يعني ممكن اقول انا وفهد اما فهد وفهد استحاله نوي يا رجل لو تشوف جلساتهم تحت البث كيف ايه هذه كفي اتوقع تزوج تبي؟ ايه تبي نزوج؟ لا لا لان السؤال مو على هذا يا اخي واضح من عيون فهد بينهم خصام لا لا تخيل انا انا عيوني من كثر ما قطعت البصل ها؟ من كثر ما قطعت البصل يا اخي شوف الطبخات نفس بعض او لا يا شباب؟ لا نفس بعض ابشر لا هني كبسه دياي وهني مرق لحم وين الكبسه؟ لا احنا يعني عندكم كاميرا وعندكم تسليط ضوء على الطبخه حطني زيت شويه فاك اسمع ترى شايف رز زين اي وين في ثوبك نايف المبدع دائما ان شاء الله راجع للقريه والله يوفقك جمهورك معك السلام يا حبيبي سعيد عليك يا فهد هلا يا اخي سبحان الله تعتقد ان الجمهور كله مخطئ كيف قال تعالى انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم يا جماعه خير ما يا اخي ما في والله انا ما كملت في من الشباب بينهم تاتش لا ها سلطان في من الشباب بينهم تاتش اقول لك شيء اقول لك شيء الاعداد في 20 كاريزما اتوقع صح في 20 كاريزما ايه 20 في كان يوم 20 ايه بعد البث جو سولفوا معنا قال يا اخي انتم تعرفون بعض قبل لا تدخلون صحيح ايه اكثر سؤال جانا كنتم تعرفون بعض قبل لا تدخلون كمجموعه كلنا ترى يعني مو باثنين او ثلاثه سلم الاعداد بالكامل تحنيك اي والله اللي فيه كلهم لا سالوا يعني فعلا إيه. ترى شوف حمد في بعض في شغله ما هم دارين مثلا انا مو جا نايف الاكلبي نايف في البث تجلس معك كثير لا ها في البث تجلس معك كثير انا لا تحت البث كيف ندرس كثير سمر سمر انا وياه ينام في ينام الصبح ويسهر في الليل اطرح اطرح يا وحش لا اله الا الله لا اله الا الله نايف الاكلبي شغال جزار كمل يا نايف
وانا اللي حاط لحم في الكيس. والله انا ما ظنيتي انت واقف حاط. لا اقول لك انا اللي حاسب الكاشير. حبيبي في طلب من امك. تمام بالامر غصبا عنك. تعال معي حبيبي. وين الولاعة؟ امك عسى ربنا يحفظها ويطول عمرها. شغال ده. طبق شغال. لا طفيته. قالت لي يا حمد نبيها الطلب من ولدي فهد عشان اجيبه بالضبط. امك تقول خله يطربني بصوته ويسمعني اللي احبها. شو تحب امك؟ يا لبك الله. هي تميل للحاجات اللي اي بس في واحده تحبها امك. انا بقول لك الحين اسمها اذا ما الشيء صغير كنا احبها حبها عاد كلها صغير. ايوه امك طلبتها. فاذا امك طلبت شيء شو تسوي انت؟ على طول تبدع. أسويه. لا ما تسوي انت تبدع فيه. وعادك الا صغير وعادك الا صغير بدري عليك الهوى ذا جرح ما له دواء ويهد قلبي الكبير. وش عاد قلبك ويهد قلبي الكبير. وش عاد قلبك بحر المحبة غزير بحر المحبة غزير. قليل من قد نجا منا تعدى وطا. يا لا 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 لا. وش عاد قلبك ويهد قلبي الكبير. وش عاد قلبك استاهل فهد استاهل الطيب يا حبيبي. ابدأها جار. آخ آخ يا شباب نرجع لكفش الروم. وين؟ إيه خذ لك كرسي ويلس مري عنك. زين حبيبي. جماعة معانا شخص ترى له مواقف بطولية والله ما تقشمر. له مواقف بطولية جدا جدا بكل معنى الكلمة. صح ولا أنا غلطان؟ القرية هنا؟ لا برا. يقول لك اللي ما في خير للهلا ما في خير. ما في خير للناس. حلو. أختك في يوم من الأيام صادها شيء وأنت كنت موجود واختبار نهائي والدنيا. ونرجع نقول اللي ما فيه الخير الهلا ما في خير للناس. إيلس وقل لي إيش صار وياك في ذاك اليوم في ذات ليلة حالكة الظلام بينما الليل يلقي سدونه والكون هادئ في سكون. والله يشوف يا كان فهد يتأمل. اسلم قول لي ايش صار معاك انت واختك عسى ربي يحفظها ويطول في عمرها. طبعا كانت مده الاختبارات النهائيه. اي نعم. في اول ترم لي في الكليه. طبعا الكليه كانت بعيده عن النماص تقريبا تبعد حول ال 100 كيلو وزياده شوي. فيوم جت الاختبارات النهائيه ايه انا ماني كليتي ما هي في منطقه النماص يعني منطقه ثانيه. ففضلت اني اقعد عند اهلي حيث انه عارف انت لما تكون جالس لحالك اختبارات نفسيه وضع يكون مزري جدا. صح. حبيت انه تكون في فتره الاختبارات النهائيه تكون انا عند اهلي وداوم من النماص لين محايل. فكان عند اهلي حساسيه اخذوها عدوى من اتوقع واحد من صديقاتهم في الدوام اتوقع. والله ما ادري ايش اسمها بالضبط بس كان عيونهم فيها زي الحساسيه طرشت انها تورم وما عاد يشوفون فيها. سبحان الله. فجت اختي الصغيره اولا بعدين انتقلت لاختي الوسطانيه اللي هي اصغر مني وبعدين انتقلت لامي. بس يوم انتقلت لامي انتقلت في عين واحده. سبحان الله. فانا ما جتني. رجعت ذاك اليوم كنت برا رجعت صحيت اختي لانها ما كانت مذاكره. قلت لها قومي ذاكري جهزي الاختبار. الكلام هذا الساعة واحدة الساعة اثنين. صحيتها وانا فتحت الكتاب جالس اذاكر. راحت دخلت دورة المياه الله يكرمك وهي طالعة رجعت الغرفة طاحت وصك راسها على حافة جبهتها من هنا على حافة على حافة القوشي البلاط. ايه على حافتها. انا من الناس اللي اذا شفت دم ما اتحمل ادوخ على طول. ممكن في كثير من نفس صح.
فوبيا الدم. ايه لكن سبحان الله ربي مسك على قلبي اليوم ذاك وقال شد يا فهد شوي. وجهي الدم مغطي وجهها كامل نزيف غير طبيعي، واخذ المنشفه واغطي. امي صحيت على صوتي وانا انادي اختي كانت نايمه، صحيت امي جت شافت الدم وخافت زياده، هي ما تدري السالفه، هي شافت الدم اول ما جاف راسها انه عينها طلع دم بكميه غير طبيعي. وامسك اغطي المنشفه واشيلها وانزل تحت على السياره ودز المستشفى وانزل اشيلها وادخلها على غرفه الطوارئ على طول. هذا كله صار وانا ما قد جاني اي حاله اغماء. يوم بدا الدكتور في عمليه الخياطه انا هنا بديت خلاص اني بديت افتر راسك. ايه بديت افتر والله، لكن الحمد لله عدت على خير. والاختبار النهائي ايش صار فيه؟ الاختبار النهائي رحت وانا في نفسيه جدا سيئه. حلو. نفسيه جدا سيئه غير اني شايل همهم كانوا في المستشفى وتنومت اختي ما طلعت، يعني كانت نفسيه غير طبيعيه. كنا شلت الماده وياك ولا نجحت فيها؟ شلتها. اخذت الماده شلت. حصلت ها اف ها شلتها والله. وعقبها قدمتها زين؟ عقبها نزلتها وحاولت اني انزلها قالوا ما في عود. لعله خير. لعله خير صدقني، اللي ما في خير للهلا ما في خير للناس. لو درست شنو؟ الله يعطيك الصحة والعافية يا فهد. اللهم آمين. شباب الأصور جاهزة. دب دب. لا إله إلا الله، إيش الصوت هذا؟ أنا ما أسمع شيء. أنا أسمع. شوية شوية. أنت من؟ حسن. لا إله إلا الله. حسن أنت ما تستحق إيربيز. أنت فويس أوفر. أي والله. إي أما حق إيربيز والله تبطل أذن. ايه خليك خلنا عليه. الله يعطيك الصحة والعافية يا حسن. ما علي حبيب، خذ راحتك. زين فهد. نبه. في رسالة. أنت فهد الشهري ولا غيرك؟ أنا فهد الشهري. أنت فهد الشهري. تعترف أنك فهد الشهري؟ إيه. كل فخر اني فهد الشهري. أنا مؤكرا. ما عليك زود. هذا طبعك وإحنا مربعك لا خلا ولا عدم، ما هي غريبة عليكم. يا حبيبي. زين حبيبي، متى اخر مره كلمت امك؟ ترى عندي الوقت وعندي التاريخ وعندي اليوم، فتلف وتدور علي. ايه تقريبا الاسبوع اللي راح. مو قبل كم من يوم؟ لحظه، اتوقع كان في يوم الاحد او يوم الاثنين، انا والله ماني متاكد بالضبط. حلو، كلمت تلفون مين؟ من جوالي. وشون جوالك عندك؟ خذ راحتك خذ راحتك، ما عاد تفرق معي تفرق معي. ناقصك شيء يا ابو يعني؟ زين زين حبيبي، امك تقول لك ابني وحبيب قلبي فهد، ابني وحبيب قلبي فهد، ابني وحبيب قلبي فهد، ابدعت وتالقت خلال الايام الماضيه ولا زلت متميزا، استمر فدعمك وجمهورك دائما معك، نطمح للمزيد وننتظر إبداعك خلال الأيام القادمة. وأنا مشتاق لك كثير أمك، مو أنا، أمك مشتاق لك كثير، لكن ما أنساك من دعواتي دائما. واللي نبيه منك يا فهد تشد حيلك وتقدم كل اللي عندك وفالك المركز الأول. وشكرا لك ابني حمد على أسلوبك وهدوءك وتعاملك الرقمي مع المتسابقين. هاي والله تونيك راحة. تستاهل والله يا حمد. تستاهل الطيب يا حبيبي. حقيقة هذه نور نورك يا قلبي. حقيقة هذه هلا عمري. هاي حبيبي الصور جاهزة؟ آخ أدري. الصور جاهزة؟ لا ال شو اسمه اللي عليها كتابة. إيه شفتها؟ ايش مكتوب عليها؟ ايوه تقدر تنزل لي اياها؟ هلا وريه اشوفها اول بعدين انزلها. والله انك ما تشوفها، لا تنزل قبل لا تشوفها. يا ساتر. اوه عاد قاعد اتخيل وجهك. مستحيل انت لحظه.
كيت صورة لي والله تصلح حق الشباب. أنا بخبر الشباب إن شاء الله الشباب ما يقصرون. داعمين أنا شباب، أنتوا داعمين للمواهب الشبابية المنتشئة صح؟ يا شباب تدعمون المواهب اللي عندكم في المنتجع صح؟ نعم كل المواهب. نعم حلو، أنا بوريكم صورة وأتمنى دعمكم الفهد الشهري. لا تتكلم عن الصورة. نزل إيه طلع طلع. والله إبداع يا ولد. إيش الصورة؟ أنا قبل شوي أخذ كلماتكم. طلعوها طلعوها. إيه حلوة ولا ما هي؟ عادي. فهد. لا تب. مذابك. من يوم قلت مذابك فيها شيء جنوبي. مذابك قل له. مذابك. تبي الصراحة. أيام الحجر كل شيء يصير. لو تحلق نص راسك كذا عادي. هذا فضيحة. وأنا أقول له لا تقول شيء. شكرا لك. فهد تذكرت شيء؟ ما انتبهت. ما انتبهت حلو. فهد. أنت كنت حلاق مبدع في البيت. لا. أنا أشوف وجهك. افترفت. فهد تخيل معاي انا قاعد اتخيل هذا انت. بسم الله عليك. توقع انا صور. لا اله الا الله. فهد شو اللي طرى على بال حبايبك انك تسوي كذي؟ ايام الحجر ايه كنت موظف، كان المحل اللي انا مداوم فيه ما كان مقفل. ايه الحين العارض نايم كمل. إيه؟ ما عليك بالعارض. ها اوكي. المحل اللي كنت انا مداوم فيه ما قفل من ضمن الحاجات الاحترازيه، لانه كان مستثنى من ضمن المحلات اللي إيه؟ ما تقفل. فكنت مداوم واواجه زباين وذا. يا ولد كان يدخلون الزباين كنت استحي من شكلي. تقول ايه انت الحين هني ما تستحي من شكلك؟ لا استحيت الحين، بس هذه كانت مستوره ما حد دري. الحين ما شفت شيء. نرجع حق الصوره الثانيه عقب شوي، عقب ما نروح حق من تبون يا شباب. خليك ويا نايف شوي. فهود هذا خلها. شو اخبارك؟ مساك بخير. جاتك صور؟ ايه. انتم في المطبخ الظاهر ما في الا بس صور. انا جوي فضايحك. يلا هذا انت والشباب، بس خلينا نشوف سلطان اول شيء. سلطان تتوقع انك اليوم مغادر؟ ايه لا ان شاء الله. الله لا يقول. ليش؟ مو عن شيء، بس انه الاسامي قويه يعني ما اقدر اشوف احد ضعيف. يعني كل الاسامي مره قويه. اقول لك شيء، نص المبادرات ونص اللي احنا نسويه على المسرح ذا انه 30% من سلطان من ارشادات وكل شيء. انا معكم سلطان. سلطان ما تعتبره تحبيط لجمهورك هذا؟ لا 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 مو تحبيط. او لوالدتك هي قاعده تلعب؟ لا بالعكس، امي عرفتني يعني زين. انا لما اقول شيء انا اعرف اعي ما اقول. فلو خرجت اليوم قدر الله ما شاء فعل. الله لا يقول. ولو بقيت ان شاء الله انك معنا خيره من الله سبحانه وتعالى. على قولة مسعى يا عبد وانا معك. بس انا اقول لك لو خرجت انا اخذت على المقياس انه معي اسامي قويه. حلو. من معي؟ عادل معي، فهد معي. شوف ناري. الاسامي هي اسامي جامده بس القلوب تغيرت. الله الله عليك. شايك فيني؟ والله كلام كبير. كلام في غير محله قسما بالله. لا 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 جايب محله والله. اي بالله. انزين انا لا انا سؤالي لك يا حبيبنا سلطان. انت الان لما تقول كذي ترى تحبط من دعم الناس اللي قاعد يدعمونك. بالعكس انا ما اشوف اني احبط. انت سالتني السؤال واخذت على المقياس. حلو. اكذب على نفسي؟ اي بس انت ما شاء الله عندك ثقافه. ان شاء الله اذا جت الاسئله باذن الله اني ابدا. بشرك اخذ انت النجم اللي هي ويا وائل. وائل لا انت في ال... انا اقول ما ينخاف عليك انا ما اعتقد. خلينا نشوف في الهاشتاج شي يقولون لك يا سلطان. كاريزما كم؟ كاريزما كم يا فهد؟ 35. اي لانك لو قال 34 شي يصير فيك؟ وين؟ سلطان فهد بالله نظف شوي ذي بالفاين وحط لي فاين هنا. مفلح المشعلي حبيبنا شي يقول؟ يا مفلح. اي كاتب في تغريده سلطان العنزي شخص شخص اثبت سلطان العنزي شخص اثبت وجوده ومبدع ومميز ويحب يساعد اخوياه واتوقع شفتوا المحتوى اللي قدمه هل يستحق من التصويت؟ يا حبيبي ابو سعد شوف ابو سعد شهادتي فيه مجروحه. ابو سعد انا اقول له هذا اللي يا نايف الرجل ذا ظاهره مثل باطنه. ما
تخيل قبل الشهرة وما بعد الشهرة نفسه مفلح. من عز خوياي مفلح يعني أكثر من 12 سنة. ما عمري شفت إنه زعلان. ابتسامة دائما بوجهه. والله يا قلبي إن ما عمري أنا وياه اختلفنا على شيء. ما شاء الله. ولو اختلفنا على شيء هو يبادر يعني حتى لو هو يعني لو أنا الغلطان ينتظر لا هو يجيني. الرجل ذا أنا ما مفلح يعني لو أتكلم من هنا لبكرة ما هو في حقه. أبو سعد الله يستاهل. أنا مؤكرم من والله منعن. والله يستاهل. وأنت تعرفه. ما يحتاج. أم سلطان أسلم توجه لك رسالة وتقول لك أرحب يا أمي أرحب يا مدنية يا جعلني فدوى لها مدني مدنية اسمها سموها على مدنية ومكية ما في قرآن إيه أنا لا لا تحرك البطاطس تحرك خلع البخار طيب قول آلو لا تقول بطاطس ها آلو بطيطس والله بطيطس يا اللي بتي على جبهتك الحين زين أمك تقول ترجع يا يمه إن شاء الله يا حبيب والله أدعي لك وأتصدق عنك يا يمه يا روحي اهم شيء الظلم وتقول ان شاء الله تفوز يمه يا وترجع للمنتجع باذن الله باذن الله باذن الله وتقول بعد الله يوفقك يا يمه وان شاء الله ترجع لاخوياك احنا نقول شنو هذا التفاؤل بالخير التفاؤل بالخير ونقول نعم. روح الايجابيه صحيح لما تحصلها من ام لابن لابنها نعم هني يزرع التفاؤل والامل يا جعل ابداهم سلطان الله يحرمني وانا شدني تغريده هي منزلتها عسى ربي يحفظها ويطول في عمرها والدتك تقول شنو؟ ايش؟ انصحكم بالدعاء في صلاه الضحى ما عمري دعيت دعوه في صلاه الضحى الا شفتها بيومي او شفتها تتحقق بسرعه ما تكمل حتى اسبوع اليوم حرفيا دعيت بشيء وما جت الساعه 12 الا وربي حققها لي وبرضه بشكل غير متوقع صدق صدق اتفرطون بالدعاء في الضحى يا حبيبتي اي أيوة والله الله يعطيك الصحه والعافيه يا سلطان الله لا يحرمني اياها زين سلطان العنزي مو برايم سلطان العنزي المركز الاول باذن الله باذن الله انا جمهورك يا يمه وادعي لك ترجع وباذن الله ربي ما يخيب ظني ودعواتي واملي بالله تخيل جمهوري يا نايف مين امي جمهورك كبير بس انا لا هالجمهور يا شيخ بيشر خليه ينقص بحطه هنا ليه لا خليه ينقص لاحقين باقي ساعة يا شباب شلي باقي ساعة خلص الطبخة أوف أنا أقول لك باقي ساعة صح خلص الطبخة أسلم يا أبو زين أسلم شوف سلطان جمهورك كبير أنا قاعد آخذ مثل ما قال تغريدات اللي خاصة بأمك ما أبد يكفي تمام ولا الجمهور على عيني رأسي والجمهور عارف إني ما أقول الكلمة ذي إلا عارفين قدر أمي عندي الله يعطيك الصحة والعافية يا سلطان سلطان ما بيطور عليك في الأسئلة تفضل حبيبي بس عندي سؤال لك عيونه مدحة ليش طق متسابق أنا مدحت طبختها المفروض يمدح طبختي بالعكس ذمها شو وراك ذمها بالعكس ذمها زين تفضل حبيبي لا مو أنت اللي حركت وجه أختك هاي فهر الشهري الله يقطع بليسك حركت وجه اختك حرق وجه اختك لا لا يا جماعه والله العظيم حرق وجه اختك بالقفشه استغفر بالقفشه الله. حرق وجه اختها استغفر ايش الله. العذاب هذا ما خليت انا ولا شيء اختك لا تظلمني يا اخ حمد البخاري يلعب في البطاطس والله امك اللي قايله يعني امك ما يصير ايه والله ام فهد والله جبتها من الام لا لا من المصدر انت الاساسي ما انت ما تعرف احداث القصه ها استغرب من شيء ما تعرف احداث القصه مو بصاحي صح مره بامانه يا حمد كل امهات المتسابقين على عيني وراسي بس الام الثانيه لي يقول بالغلط والله بالغلط انا ما اكرم إيه بالغلط حركت قاعد امدحك حركها بالغلط اي بالغلط قاعد امدحك بالغلط اختك وين تصرفتها في اي بنك شوف تعرف الملعقه حقت الاكل حمد شفت ملعقه الاكل اي قاعد تحطها عند الدفايه إيه؟ تحطها على رجلي اي على ريلك يا ضارب على ليش اسمع اسمع مني إيه؟ وجي انا قلت انا اوريك وحطها هنا لها والله ما توقعت انها بتبين ابدا بس بانت والله وسمتها واسم ناقف يا اخي لها ساعه لها ساعه لها ساعه تحط الملعقه لها ساعه تحطها على رجلي ما بينت ايش معنى هي زين حبيبي عيونه شعورك وانت من ضمن الاشخاص اللي في الديلمه
والله شوف شعور امس يمكن عبر شعوري دائما طبعا في المواقف السيئه انا تلقاني مبتسم بامانه يعني خليك قوي بس تعرف اللي كسبت 25 اخ انا مكرم يعني بامانه والله كلهم 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 بامانه وبصدق ربي حاسبني على هالكلمه ذي اني والله ما القى في كل واحد منهم الا طيبه القلب والرحابيه انا اشهد لو طلع يعني سلطان لا قدر الله نعم. هل سلطان مكتفي باللي قدمه ولا عنده ايضا اي مكتفي قل لي ليش ليش لان انا عارف وراي 21 شخص بيكملوا مشوار سلطان هم عارفين هم عارفين ما أعتقد. انا متاكد لا ما اعتقد متاكد لو ان سلطان يشابه البقيه او البقيه يشابهون سلطان ما اعتقد ان الاداره قدرت سلطان والله شوف انا اشوف سلطان متجسد باخوانه فاتوقع انه فهد راح يسوي شيء لسلطان انا متفق معه وفهد المطيري وكذلك نايف كذا شغله معطيهم اياه ومن امس تكلمت فيه قال حلف قبل ان ندخل برنامج انا قابلته قبلها بيوم كان في اشياء انطلعت شو يا خال انت تكملها ما بقيلها لك فهد لا تقول اسكت كلها مفاجات ليش نقول ليش نحرق عليه لا انا تكليتني انا ما قلت شيء هي اكلتك بكشورك ليش برتقاله ولا ليمونه تضحك بالله والله تضحك والله تضحك سلطان واضح ان اليوم واضح ان اليوم لك سبع نزي ابتسامته الليله ليله فراق فراق حاول تعديها ما قدي الله انت تطنز على مين انت تري ان عندي بلاوي هني في تلفوني عليك نطير ما ترجع ورا نعم مال أم دخل إلا لها دخل عطني ما عندك موح أنت حافظ مش فاهم يلا. اللي بعده قولوا لهم طير ما تنطار أبو بليسك شباب في صورة ياهل عطوني ياها أنا أوريك والصورة اللي وياها أنا أوريك اللي أقرع رايح العمره ها اللهم زدي مالك يا شيخ تعال والله كلك حلا وقبله يا فهد قال لك حلو قبله ايوه اللي امه ارسلتها عسى ربي يعطيها ايوه اي وحاطين له فلتر بعد ايوه ايوه روح ايوه وراهم الشباب بعدين تالي صاير ادمي وراهم الشباب بعدين تالي بشوف ملامحهم يشوفونهم نايف امدح ها فهد امدح دمك قبل شوي لا هذا هذا هذي سبحان الله يا أخي شوف الفرق يا أخي شوف الأدب كيف سبحان نشب الله نشب. ما في فرق بين القط اللي هني واللي برا شوف البراءة يا أخي يا الله يا الأدب أدب شباب عرضتوا الصورة أقوم أشوف سلطان تبي تشوف الصورة الجميلة ولا شفتها فهد كله حلا قبله لا القبلة مكة ما لا لبد الوجه يا شيخ والله قلبك والله إنه حلو تعال تعال كله نصيبة هذا مين هذا فهد الشهري جايب مو بنا ذا ها أوكي بالغلط لحظة وهذا مين لبه الوجه فهد فهد بدون شرف هذا كان عمري 7 سنوات عرفت اللي يقول كل النصيبة على أمس شنو؟ هذاك شو يقول؟ اللي يقول كل النصيبة على أمس أنت شذي كنت؟ كنت زي كذا تسويها؟ لا هني تسويها الله هنا كل نصيبة على الأرض ترد فهد لبيه لبيه وسم وآمر وتم ايش رايك تعرف اللفت ولا ما تعرفه ايه الاسانسير تعرفه ولا ما تعرفه الله الله شو هيدا تعبر قلبي انت فيك فوبيا منه الاسانسير فيني فوبيا منه افا هذا اللي يدخلك داخل العماره ده شباب ما وصيكم ترى عندنا شخص فيه فوبيا من الاسانسير متى ما هذه بس دفوه داخل تحصلون يتراجع يتراعد قول هذا يا طويل العمر احنا في اسكان طبعا مساكنين وقفل اللفت علي انا وامي جلس ساعتين او ساعه ونص يروح من الدور الاول الى الدور الخامس وينزل يروح من الدور الاول الى الدور الخامس ك-
كل اللي في الادوار دروا ان اللفت ذاك اليوم خربان مقفل علي انا وامي، وكل ما جينا مع دور صورة الياهل ما عرفتوها؟ اسمع كل ما جينا من عند دور يا نايف حطوا لنا لا هذا مو تبعه كرتون عشان يبغون نهف على اعمارنا، يقولك الله وكيلك ام طلعنا كراتين واجد داخل اللفت. هذا فوبيا، انا والله ما داني اركب اللفت من ذاك اليوم. واذا جيتوا وياي تدري شو بسوي فيك؟ وين؟ انا اعرف واحد خلاص، انا الحين عرفتك وما عاد اركب معك لفت. صح ابو قزاز هذا يجيك في المول ذا، هذا ما عندي مشكله نركبه ما عندي مشكله، عشان لو قفل نكسر ونعلم الناس قفل علينا. تخيل وانت فوق يطيح وينكسر الجزاز. لا حول ولا قوة الا بالله. سبت وبرايم وتفاول كذا ما نبي يا زين حبيبي. في صورة بناية براويك اياها. تمام شباب عرضوا لي صورة البناية. هاي البناية شنو ذي؟ هذه الاسكان، اسكان قواتهم الخاصة. احنا الدور الثاني، حتى لو تدقق شوف مكتوب على الدريشة فهد. لا مستحيل، صدقني مستحيل تحصلها هني. لونك شنو؟ هنا مي بواضح. اي مي بواضح هنا، بس انت لو تشوفها الطبيعه موجود فهد الى الان. فهد انت ترسم؟ الله الله، شفت الرسمه اللي رسمتها؟ لا والله. اللي دشنتها؟ اي. من حلوه ولا مي بحلوه؟ حلوه جدا. لا تسلك. لا لا تعتبر من ما شفته هيك. سألني أشرت لك قلت له لا خلاص، قال لي حلوة ولا ما حلوة قلت له ما شفته. لا صورة التصميم اللي سواه جميل، ما قصر علي الدوسري جاب لي الأدوات بيض الله. كنت موجود لما جاب لك إياها ويت فيها في الليل. ها؟ إي علي صاير ما شاء الله هو اللي يرجع. لا هو اللي جاب لي الأدوات بيض الله وجهه. إي هذا من آلات زايد، عرفتم آلات زايد منهم؟ الدواسر. والله نعم الدواسر يا أهل القبالة صاير ليت منكم واحد في كل ديرة. هذه لعلي الدوسري. أنا ودي أروح حق واحد جميل هني قاعد اليوم هذا سايلنت، يمكن لأنه في الديلمة. حبيبي أبي بيت شعر من عندك بسرعة سريع سريع. أنا من عشاق أبيات الشعر اللي أنت تقولها. والله يقول سلام بيتين بيتين بيت بيتين ثلاثة عشرة يرجعني على الماضي وقوفي على الأطلال لا وشوفك خيال وحلم نرجيه وضمه تقرب لي وعالج خفوقي وعطني بال وهون على روحه من البعد مهتم. صح هاي كلماتك يلا صح لسانك. صح سالفة الأطلال هاي الماضي؟ لا الأطلال أنا عارف شنو الأطلال مو الماضي. لا لا أقول يرجعني على الماضي وقوفي على الأطلال، قاعد أوقف على الأطلال أتذكر الماضي. عطني بيتين ثانيين. يقول وجهك مثل نور وهج وقت الصباح. تسلم والله. حتى العيون الساهرة ما ملتها، أشعر بشيء من الهدوء والارتياح على تبسام وشوف الطلت. هاي كلها لي والله. تسلمني. تستاهل والله. تستاهل إيش وراك؟ إيش فيها الدنيا؟ والله الدنيا حلوة. آخ تسافر وايد صح؟ أيوة. إنزين إحنا الآن في يوم 35 30. تعتبر نفسك اكتفيت باللي سويته؟ لا لا للآن عندك شيء؟ أكيد. زين عندك كثير. جمهورك يطالب بليلة شعرية بالضبط وبالتحديد كاتبين. هل الجمهور موعدين بليلة عن أحد الشعراء الكبار مثلا ابن جلان؟ اي نعم رحمة الله عليه. اي نعم. نقول قريبا بإذن الله إن شاء الله. لا تبت عليهم. أنا موعدهم لكن الظرف اللي صار لي هو اللي يعني أخر. الله يعطيك الصحة والعافية وكلنا بعذرة. لكن بإذن الله إن شاء الله قريب قريب إن شاء الله بيكون في ليلة جدلانية بحتة. بإذن الواحد بإذن الأحد. إن شاء الله. ليلة إيش؟ جدلانية. بإذن الواحد. أحلالة. القلب لا صد. الموضوع كريح لي. معتبرني ذكي منتب على بال أو معتبرني غبي مرة وضح. وضح لي الله يرحمه. نايف يا مبدع واصل. حمد نبي قصيد النايف لك لبيع عطيناكم، تبي تقولهم بعد؟ يكفي خلاص. الشاعر المبدع المتميز نايف لك لبي متى تدشين عملك؟ إن شاء الله أسبوع هذا الجاي هذا بإذن الله. وهذا يعني إنه يصرح نايف لك لبي إنه بإذن الله بإذن الله بإذن الواحد الأحد اليوم هو مو عمل وطني جبار من أداء محمد الزعيزي. أنا ما أكرم يستاهل غير اللي سمعناه طبعاً. إيه غير
الله يعطيكم صحة والعافية. الله يعافيك حمد. قول نايف الأكلبي شد حيلك اليوم بإذن الله بترجع، وإذا جات على الأسئلة إيه؟ لا تتسرع بالإجابة. لا لا زهران. جمهورك من وين؟ من قطر. معاك أنا مو أكرم بأهل القطر. نعم والله بأهل القطر ونعم. محمد الأكلبي تعرفه ولا ما أدري، كاتب بترجع دام مقرأ دام التغالب معك وهالبيشة معك. أنا مو أكرم. عليك زوج عليك تسعى. بيشة اللي هو بيشة ورانية صح ولا؟ بيشة بيشة الح روحها ورانية محافظة. لبيها عيوني. الطبخة جميلة سواء من عند نايف ولا من عندي، وأنا متأكد من الشيء ذا. نبي ناكلها، هل نقدر نضيف فلفل؟ اللي يريحكم. لأن هي موجودة وممكن نكلمهم يجيبوا لنا فلفل. إذا الإنتاج موجود أتمنى تجيبون لنا اللي هو. القرون فلفل القرون. ترى المرة اللي طافت قال طبخة مي بهندية ليش تحط فلفل؟ لا أنا لا الصينية دجاج تقدر تحط فيها. والله قال. أنا كان حمد اليوم بيطيب بيقيم الطبخة مو أي شخص ثاني. هو أنت اللي بتقيم. إيه خلاص. على بالي ابو علي ممكن يعني حمد ولا لا خلاص انت اللي تسمح لنا خلاص ها تسمح لنا عشان نقدر ناكل. اي الله يسعدك. زين تقدر تقرا لي ذي؟ يا التغالب سهيل حصان الرعاد اول فوق انطلق واستوى فوق فوق فوق. ايه يا عيال كليب يا عيال ابوي تكفون اكلوا بالسفرين اكلوا يا ربعي نايف يا زهمكم لا تخلونا بيض الله وجيهم. تحت يا التغالب صهيل حصان الرعاد انطلق واستوى ماده وطاروقه يا هل الفزعة اللي تكسب الأمجاد من وفى بالحقوق أو هو الحقوق جعلني والله ما خلا منهم. الله تستاهل كل خير يا نايف. وبيض الله وجيهم وجمل الله أحوالهم ولا هي بغريبة عليهم. هذا طبعهم احنا من ربعهم. انت حافظها مني؟ أكيد. أنا أقول أشوك انت نجم استمر وكلنا معاك. جالك تسنى ما شاء الله الأكلبي ما توقع شخبوط بخيتنهم برايم شلون؟ شخبوط كان في البراين بس استخدم الميدالية نعم. ويا مكانة بخيت بخيت عسى ربي يعطيه الصحة والعافية. البراين قوي قوي اليوم مرة أقوى براين صار جدا. كاتبين الله في عمل وطني مكالمات الشاعر الكبير نايف الأكلبي والصوت العذب محمد الزعيزعي بالانتظار. محمد موعدني عاد بأداء مرة مكسر ما يحتاج الأرقام. محمد أنا مو أكرم دائما محمد مبدع. إيه محمد مبدع مرة. الله يعطيك الصحة والعافية. وكاتبين أبشر بالدعم يا نايف الأكلم الأكلبي متحمسين للأوبريت الوطني لا خلاص ومن كلمات نايف الأكلبي وأداء الزعيزعي بالتوفيق يا نايف. وياك إن شاء الله يا حبيب قلبي. شباب باب اثنين يتبرعون يجون قدامي. واحد من هني وواحد من هني. ودي إنك تذوق. ودي أموت اليوم وأعيش باكر. ما عليك هاي كله موجود موجود. بس أول شيء بواحد من هني وواحد من هني يا شباب. نايف تبي هذي وياك؟ لا ما يبيك. تعال حياك هنا. فهد فهد لبي. الله لا يهينك تعال هني الفهدين على الطاولة. كيف حالك حمد؟ مطلق وسديد ما هي بغريبة عليك. كم كوب عندك؟ الحين بقول لك روح وقعد على الطاولة. هذا شاي كرك في موجود؟ شاي كرك بصبه من الشطة اللي انت لابسها. يلا السلام عليكم. ها في شكشوكة مين بيض ما في ما عجب الطلب روح اطلب انت. في لحسة اتحدى يا عدس فيه في فول طاوة. الله راسك اللي طاوة. شو الاستهبال هذا محمد؟ حنا نغليك واللي يغليك لازم ايش شاهي هو تغليه. شباب عرفت هاللعبة. شوفوا احسب لي هذا كم عندك يا وهذا كم احسب. طيب انا ما داني الفلفل بس خليه احط واحدة بس. شو بعزك وانتم تاكلون معنا ذكي. اليوم اليوم الغداء عندنا يا نايف ما بالله تمام 25 بيض الله وجهك 25 وعندك كم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 21 22
26 26 اعطني واحد 26 اعطني واحد اعطني واحد من تحت شباب اول كوب عندكم اي لون محطوط فيه خطين خطين وهني خطين صح لحظه كيف خطين خطين داخل انا راسمهم الله ياخذ علي شوفهم ايوه انزين حبيبي اللي كذا ايوه اسرع واحد يخلص ها تعرفها اللي كذا الصف لا اللي كذي تاخذ من فوق حبه حبه وتنزل تحت حبه إيه؟ حبه طيب من فوق ولا من تحت بس بفكت انا بكيفي لا لا من فوق انا ابي اول وحده هاي اللي ما تي هاي اول وحده يلا واحد اثنين ثلاثه اصبر 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 حطه قدام تعال قدام تبون انتوا قاعدين وانتوا واقفين لا احنا جالسين زين عشان اروق حلو ما عرفتك ودي عليه نقاط شيء اليوم واعي باكر عليه نقاط الله اعلم في معد قاعد يحسب لكم يا معد حط مستعدين يلا انا مو غبي لحظه يعني اني شاطر شباب واحد اثنين اصبر دقيقه لحظه واحد اثنين ثلاثه بدون ما تنزلها لا تنزلها على الشسمه الله لا يستخفون لعبتك هذه عاد يلا يلا ما يجي منك الا كل العلم انا لان لعبتها من قبل وفزت فيها فعجبتني حلو انا خفت اني عديتها ورجعتها ليه انت ما عديت ليه ما وصلت النص اختفت يا ولد ها آه. لا الكرسي طال خلص اول انت حاط له خط في الرقم 10 اعرف انت ما في خط ما في خط انا اصبر انا قاعد ادور الخط انا ما عاد ابغى افوز انا ابغى اشوف الخط بس ضحك عليك والله انا ما ضحكت عليك والله ما ضحكت عليك ضحك عليك مين موجوده حبيب لحظة لا يكون انا اللي اخذته في الخط لا ما في خط شو فكرت عداء ايه انا شو اقول لك حوبة اخته طيب عشان كذا انا كهو انت هو ما وصل له اصلا لا تعديته صدقني تعديته كهو صدقني تعديته انت خسران ما انا ابغى عادي انت خسران عادي ما له انت خسران ولا حظك زين يلا حبيبي انا المواقف الا رجالها ريال هو ريال غصبا مسوي رجال على كوبي طالع لي ذكي اليوم شايش راسك ما ايش مسوي في روحك على كوبي نايف خلاص تكفى يا كلبي عطنا عطنا اللعب ذاك تكفى طلبتك طلبه لا ترد ذوق تعال عرضه اسمع اسمع العرضه تكفى لا ترد ذا العرضه عرضه هي عندك انا كنت باخذ منه لعب شهري عرضه بعدين لعب شهري لا لا لعب شهري لعب شهري لعب شهري صرنا ابغى اجهزها يلا لا اجهزها هني اوقف هني تكفى امسك اخوك لا يطيح بالله تكفون حطوه برايم حطوه برايم انت تسوق حق برنامج غير برنامجنا لا حمد بالله يفوز طبخه حقتنا جدا قبل هذا عاد هذا عاد بالضبط انت انت وكذي هني راسك يلا يلا انا اللي اسمعك يلا لعب شهري لا 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 يمينا زارني طيف خلي في حلوم النايمين الله بعد ما مر عام مستريح من هبالي لا 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 يمينا صاحبي كم حلفت وكم وعدت لا يمينا ولا صدق وعودك واشهد ان من هبالي يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا صا شنو ذي؟ من ساعة قاعد تطلبها من ساعة وياي تخربها؟ خلص اللحن؟ انا قصدي اللحن اللحن حلو والله اللحن حلو اللعب ما هو صوت اللعب يبغى له لا لا عيد 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 اللغة يلا عشان انا وياك ارحب يا بن هيف بيجي عادل يسترسل حيا الله ابو بن هيف الله يبقيك السلام عليكم
شمينا ريح لكل احنا في الغرفه ما شاء الله. ما ادري بس انه قال حاجه المدحه ولا شمينا ريح لكل بيقعد ربع ساعه يتكلم. والله طالع عليك انت. يلا حبيبي يلا يعطيك العافيه. اخ حمد العب يلا. لقيتك في البرايم اليوم تشوفك مستانس كذي. شفت الضيق الاسبوع اللي قبل اللي راح اني اطلعها. الله يعيدها ان شاء الله. استغفر الله. يلا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 ما تنوما واشرب الماء زلال إن كانت أشرب ما تنوما ما نام دينة يجذبك شلالها من راس منعا يا لا 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 اسمع الشقر نايف ما تنوما عيني اللي جافها النوم عيت ما تنوما من منع راسها يا صاحبي من راس منعا لا 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 يا اخي ماني مستوعب اني العب كذا ما في شنو هذا لعب لازم جنبيه لا مو جنبيه ها لازم زلف درعيه ايش فيك زت العرضه متى يا نايف بعد شوي خلني اخلص بعد الالو شوف البطاطا خلص ولا وين الملحوظ؟ قول الله يطعني على ما يجهز نايف وزل لك وزنية الملح أليمة ويخلص هذا البناء كوكب الأحمر لا 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 دياي دياي بالآلو 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 خلاص؟ إيه خلاص شباب عندنا تحدي عليه 2000 نقطة 2000؟ ايه تحدي فردي يعني تخيلوا كل واحد ياخذ 2000 نقطة لا 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 حمد شوف قاعد يجيب ملح علينا شوفك ما حطيت شيء زين في تحدي الحين عليه 2000 نقطة يا شباب ايش هو؟ 2000 نقطة ايش هو؟ فردية ايش ذي؟ تحدي ايوه تمام يا صالح؟ التحدي لحظة ما خلصت لا ايش فيه؟ ليته كذي ها شوف كم عليه قلت؟ ابي واحد بس يطلع ذا هذا يطلع في البرايم ها؟ ابي ذي هذه تطلع والله انت العمده انت اخبر يلا يلا وش التحدي حقك؟ زين تحدي 1 2 3 4 حلو؟ ايه خليه يكمل خليه يكمل بالله يا فهد دقيقة اي واحد اثنين ثلاثة اربعة طيب اربعة لا مو اكل والله مو اكل انا مو غبي انا عارف انه في واحد ياكل فلفل عشان كذا انا يا ليتك ما تكلمت يا فهد ثلاثه واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه كم هذا واحد انا ساقط في الرياضيات والله توك تري طيب واحد اثنين ثلاثه اربعه ثلاثه واحد اثنين اربعه خمسه سته واحد اثنين ثمانيه سبعه طيب زين شفتوا السبعه ذيلا يا شباب؟ شرطها تاكل واحد والثاني تبطله في خشمك هات اكيد ولد 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 في مشاهدين هذه تؤثر يا جماعه الخير لا احد يتخذ الاجراء هذا تعال فهد تعال ما عليكم السلام الشخص هذا تعال اخ حمد ايش الحركات هذه نبي العرضه ودي جاهزه ولا بس حتى انا بسويها ب 2000 نقطه اكل اكل ترين اكل بالله والله ينكل اقسم بالله انا ما بقسم بالله بس تبي ادري زين خلكم يا شباب يا جميلين فهد حبيبي حياك هني نايف شباب ايه اكلت وقف الام اكلت بمكة المكرمة اقسم بالله لبسك الدرع بس اكلت الفلفل وين الفين هو ايش ما الدرع وقف الام بمكة المكرمة بظل نال على شرف الزمان وشرف المكان ما ببتدي هالمرة انا بالكلام بخلي الشباب هني يفتلون سلم يا نايف يا فهد نايف تفضل اسلم يا نايف والله وقف الأم يعني تكلمنا فيها أكثر من مرة يعني الوقف وقف الأم وين في مكة المكرمة أغلى بقاع الأرض في مكة المكرمة أنت لو قدمت شيء ما راح تقدمه لك في الدنيا بس شيء لك في الدنيا وفي الآخرة أول شيء أنت مأجور بالصدقة ومأجور في برك بأمك
وبر يمشي لك ويمشي لأمك حتى بعد الممات إلى قيام الساعة. يعني في أوقاف الحين من في المدينة في وقف من عهد الصحابة وباقي إلى اليوم. عثمان بن عفان. إيه ما بالك يعني شوف الأجر كيف يمشي طول الآلاف السنين هذه. زبيدة. بالضبط. فالله الله في مثل هذه الفرص والله العظيم إني أعتبرها فرصة. هي والله الشخص اللي يبغى يقدم لنفسه شيء يقدم لأمه يقدم لأهله يقدم لأبوه يقدم للأشخاص اللي يعزون عليه هذه والله العظيم إنها فرصة. هي والله الله يعطيك الصحة والعافية. سلام يا فهد. أنا أقول هنيئا من قدم في هذا الوقت ولو والله لو بريال واحد قسم بالله أنك تقدمه أنك في الشيء هذا كأنك مقدم فوق 100,000 الريال. هذا ما تدري وش يساعد محتاج أرملة أسر. فهنيا من تبرع بهذا الوقف. احنا نقول دائما الحياة فرص. اي والله. والفرص غنائم ودائما غنائم من ياخذها القلة. بالضبط. قل ما من يغتنمها. والوقف مكتمل مكتمل. انت بالعكس اعتبرها فرصة وتغنم الفرصة انك تشارك في هذا الوقف. إنزين الحين في ناس قاعد يسمعوننا تمام يقول لك لا والله في غيري بيتبرع شو تقول له؟ اعتبره محروم. محروم صح؟ صدق. انا دائما اتبرع لو بريال يعني عليك نور. حتى بريال واحد. انا دائما اقول والله العظيم ان الحياه فرص والوقف سيكتمل بك او بدونك. هي بالضبط. سفينه وقافله تمشي. بالضبط. اما ان تكون معها وإما أن تلقي عليها التحية من بعيد. اللي ودي أقوله وقف الأم بمكة المكرمة نال على شرف الزمان وشرف المكان. وقف الأم بمكة المكرمة نال على شرف الزمان وشرف المكان. يقول سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة بل تزده. وتذكر دائما بأنك إذا ما قدرت فحاول أنك تدل على الخير والدال على الخير كفاعلة. وما نقص مال من صدقة. أنت الحين لو طلع ريال وانت تسمع كلامي ما بتحطها لا في يد حمد ولا في يد الوقف، بتضعها في يد من؟ سبحانه وتعالى ملك الملوك اللي يربيها لك كما يربي أحدكم فلوه. والفلوة هي صغير الخيل. تخيل أنت صغير الخيل تربيه لما يكبر شون يكون سعره شنو يكون ثمنه. كذلك ليش الأوقاف عند رب العالمين سبحانه وتعالى يأتي أحدكم أنفق ريال ونساه. يا ما إحنا أنفقنا وحطينا ووضعنا بس وين نسيناها، بس عند ملك الملوك ما تضيع والله ما تضيع ولا تنسى. بتقول لي يا حمد أنا ما عندي، أقول لك عندك الآن هاشتاج، هاشتاجات كثيرة. نزف هاشتاج بوستر الوقف وتذكر دائما. شوف يعني اختنا نورة كاتبة الصدقة هي أفضل الأعمال الصالحة والقربات إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا في من المشايخ يقول لك إذا بغيت أن دعائك يستجاب فتصدق قبلها، لعل سبحانه وتعالى بهذا العمل الخير يستجاب تستجاب دعوتك. اختنا عروب كاتبة سابق إلى الخير وبادر به، فإن من خلفك ما تعلم، وقدم الخير فكل امرئ على الذي قدم يقدم. طبعا لذة المال بالإنفاق، والإنفاق يكون في صدقة جارية في حياتك وبعد مماتك. وقف الأم بمكة، إن لم تكن من المساهمين فكن من الناشرين. يا ما سمعنا قالوا وإحنا اللي جربنا والله لو مو هالصدقة شرحنا في 60 داهية. تذكر ترى الصدقة تدفع البلاء، تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. سلطان وقف الأم شو تقول فيه؟ وقف الأم تقول أنا عيد وكذلك لأنه باسم الأم واجتمع الثلاثة وتحت الثلاثة شغلات كثيرة فروع كثيرة. مايكك سلطان شغال روح شغال فهد على ما يصير مايك سلطان شغال كذا روح يحتاجوني الحين اشتغل تمام اسلم. فأقول لك وقف الأم اجتمع فيها أول شيء مرضاتها للرب يطفى غضب الرب. ثاني شيء للأم وتعرف الجنة تحت قدام الأمهات. ثالث شيء أنت لو تشوف الثالث ذا وشو أنك أنت تساهم أكثر من شيء، كفالة يتيم المساكين التبرعات
للناس تحتاج مثلا مواد غذائية، ولا تنسى اللي هي ال 300,000 اللي هي ايش يعادل 300,000 في الوقت شقة البركة. نعم يعني شغلات كثيرة قاعدة تصير قاعدة تصير. فأنا أحث نفسي أولا والموجودين واللي يسمعونا، صدقة 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 الصدقة. هذا أقدر أقوله. الصدقة تطفئ غضب الرب، ويقول صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهتين، ويقول صلى الله عليه وسلم ونعيد الحديث ما نقص مال من صدقة، ويقول سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، ويقول سبحانه وتعالى إن تبدو الصدقات فنعم ما هي. لازم احنا نساهم ونبادر وندل غيرنا على الخير علشان احنا نحصل الخير. نقول دائما الوقف سيكتمل بك او بدونك، ولكن اترك لك بصمة في الوقف، سواء انك تدل على الوقف هذا وعلى الخير او انك تتبرع وتنفق فيه. وتذكر في كل يوم ينزل ملكان، يقول احدهما اللهم اعطي منفقا خلفا، اللهم اعطي ممسكا تلفا. الملك يا يدعو لك يا يدعو عليك. وتذكر الملائكة مخلوقات نورانية لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن أسباب عدم استجابة الدعاء المعاصي، تمام؟ فتخيل أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وانت يا عبد يا محتاج احنا قاعد ندلك ونذكرك ونقول ونقول. وفي من الناس تقول لمتى يا حمد صبح ليل مساء قاعد تذكرون على الخير؟ لو تعرفون الأجر بس اللي تحصلونه من وراء هالشيء كما قلتوا هالكلام. اللي ودي أقوله الدال على الخير كفاعله، وما تضرك والله نص ساعة ولا ساعة تكلمت عن الوقف أبدا. ليش؟ لأن الدال على الخير كفاعله. كلنا نبي الأجر، كلنا نقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، مبتغان الجنة الفردوس الأعلى من الجنة. إن أردت الجنة فتصدق وأنفق ولا تكن بخيلا على من على عمرك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. باختصار ما نقص مال من صدقة. وقف الأم محتاج لصدقاتكم لتبرعاتكم، لا تخلونا قاعد على الصوب. أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، وشاركونا في هاشتاك كاريزما 35 بنقرأ من صدقاتكم تبرعاتكم وأيضا من الكلام. الصدقة سترك من النار، كلام أختنا هاجر تقول قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة، بادر بما تستطيع ولو بالقليل وأجرك على رب العبيد سبحانه وتعالى. أختنا بدور المطيري ربي يعطيه الصحة والعافية تقول ولنا في الصدقة أسرار وخفايا وأمنيات مرجوة. من اللي ما عنده أمنية؟ من اللي ما في خاطرة شيء؟ من اللي ما في قلبه شيء؟ تقول تصدق في الصدق فإن الصدقة تدفع الشرور وتقي مصارع السوء، تصدقوا فإن الصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. حاس ربي يعطيكم الصحة والعافية ويحفظكم ويرزقكم كل ما تتمنون. طبعا وقف الأم بمكة المكرمة مستمر معنا بإذن واحد لحد إلى أن يكتمل، وصلت الآن نسبة 24% وزادت، فعسى ربي ييسر ويكتب اللي فيه الخير. قافلة تمشي، ويا ما قلنا على أوقاف كثير، فاترك لك بصمة. التوفيق لي ولكم. انزلت التغريدة على حساب القناة قناة الواقع الفضائية، تغريدة تقول التغريدة هي سؤال مذاق: كم تبلغ نسبة الماء في جسم الإنسان؟ 30%، 50%، 70%. الإجابة في هاشتاج كاريزما 35. اللي تبون يحصل الدرجات اكتب اسم المتسابق وكم تبلغ نسبة الماء في جسم الإنسان على هاشتاج كاريزما 35. هنا اللي في المطبخ فقرة مذاق، لازم يكون فقرة مذاق. اي نعم، ساعة
صح صالح ولا أنا غلطان؟ عشان تأكد. سانت دموعي سيل ساهر ومتخبي جيب المفاجأة أسهر وذوق الويل شفت أنا من ذنبي سالت دموعي سيل ساهر ومتخبي أسهر وذوق الويل شفقان من ذنبي واصرخ بجوف الليل سامحني يا ربي يا ربي أغراني سترك وكيله كيل يحرقني عصياني وتدري أحبك حيل والخوف مناني شايل كفوفي شيل سالت دموعي سيل ما أعتقد النار شغالة عندك النار مو شغالة طفيتها زين نحضر الصحن يا شباب صح صوتك يا بعد قلبي صح بدنك عسى ربي يعطيكم الصحة والعافية وشوي من اللي عندكم بس هاي الله يرضى عليك يا حبيبي مغش وصينية وين ال شباب من اللي معي في الأربيز يا جميلين طبعا نقاط ما شاء الله فقط للشباب الموجودين معنا هنا الأربعة صح فهد حطها في الاثنين جميع المتسابقين اللي في مذاق واللي خرج مذاق لا بحط نغرف من ذي أحسن هذه بطول معك وشي؟ نغرف كب على طول كب مرة الله 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 إلهي وخلاقي وحرزي ومؤلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع طبعا السؤال اللي نزل قبل شوي على تويتر في قناة الواقع الفضائية ويقول كم تبلغ نسبة الماء في جسم الإنسان 50 نقطة تروح مو بس للشباب الأربعة اللي موجودين معاي هني في الفقرة لا لجميع المتسابقين الموجودين في برنامج كاريزما إلى يومنا هذا الحق ما تلحق خلنا نشوف فرق الدعم راقدة ولا قاعدة مع متسابقينها واللي يشجعونها خلنا نشوفكم يا جميلين على هاشتاك 35 كاريزما 35 اسلم كم تبلغ نسبة الماء في جسم الإنسان؟ 25% 25؟ إيه حرام عليك. ليه؟ 75 الإنسان. 75 الكرة 71. أنا ما قلت 75. الإنسان 22. الإنسان كم؟ 22. 22 تلفك. بالناحية أنا 22 أتوقع. يا أخي توني قاري يعني. شباب قبل أمس. 30 50 70 يلا تحفونا. 30. ولا 50 ولا 70. أنا أقول 70 وأنت؟ لا 70 وأنت؟ 70 الحين صارت 70 أيوة خلنا نشوف أختنا وضوح الأسبيعي تقول الماء هو المكون الكيميائي الرئيسي لجسمك ويشكل ما بين 50 إلى 70% من وزن جسمك ويحتاج الجسم إلى الماء كي يبقى على قيد الحياة والإجابة هي 70% ما أدري الله أعلم الله عليك الله عليك يا سيدي قلبك قد إيدي خصم عليك قاعد إلهي ترى حالي وضعفي وفاقتي وأنت نجا ما شاء الله توحين بدت فرق الدعم تقعد يبون للحرم عزمت على الروحة بصوت سلطان العنزي ايش فيك صوت وش يسوي انت
تنشد. انشد وش يا عمي؟ عطني اللي سمعتك. يلا سمعتك. هاي للحرم عزمت عروحه. يلا تغني وانا بتكلم. ها لا لا انت تقول تبون صوتك انت حبيبي. ايه صوتي انت، انا وياك واحد. قول قول ما عليك. يلا للحرم عزمت عروحه، الولا هل الدمع ساحه، يوم ريت النفس مجروحه، جيت بيت الله ابراحه، يتداوي القلب وجروحه، لك تعنى شايل جراحه، ما صخى للناس في بوحه، بيح المكنون لك فاحه. أهنيك يا سلطان. الله يسعدك حبيبي. والله مبدع يا سلطان. الله يسعدك يا قلبي. قليل مما لديك عادل. قل من ميم على حاء على ميم على دال، نفديه بالروح والعمر والمال، والحب في القلب باقي ولا زال، نتوارث الحب أجيال وأجيال. حمد ممكن توري الكاميرا؟ اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. الديزاين اللي سوى عليه الصوت والصورة. خذ عليه كلوزي يا حبيبنا فهد. قوم سو وريهم اياه. وريهم الشيء. خذه وخلصه بدون ما تقول. والله اي هاي يوسف. خلي تتكلم عن مين انت يوسف؟ يا حبيبي ها اصرح تصريح قوي؟ لا تصرح بصرح. اسلم. لبيك شفت ترى في فهد المطيري والله فيه ما شاء الله تبارك في المطبخ لمسات ابداعيه يا اخي، عند التنسيق ما شاء الله تبارك الله. الله يحرمك. اشتغل معي في المطبخ المره اللي طافت. فهد انا طالبك تحط زرع على الطاوله. ليش؟ عشان يطلع بس هذا شعبي بدون زرع يعني. ايه. ليش شعبي؟ شعبي سنيه كيك مع هذا طاوله. جيب مغش شعبي. شنو شيب؟ شيب والله انت الغشاش. الرازق بس مو الحاسد في الارض. الرازق بس مو الحاسد في الارض. الله الله انا قلت وقالوها من قبل. بصرح اسمع كنا واحد مايك مكفول يا شباب. لا شغال تلفل يا خالي. تاكد الله اخرج لا تشغل الكاميرا دي. وين 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 والله لا ياخذ واحده زي كذا كمان. لازم ياخذ واحده زي كذا تحت. الله يقطع بيسك. وين وين الكاميرا هنا خليه ياخذ. شغال الله يرجع بيسك ولا امين. شوف بصرح تصريح قوي احيانا صراحه فخمة. شغل ايه؟ تعطيك شكل جميل كذا. خلينا نبتسم للكاميرا حمد. ممكن نبتسم للكاميرا انا والحساب. ممكن نبتسم للكاميرا ناخذ صوره صح؟ والله يخصم سماء وارض. خصم خصم. حمد ورانا ليه تالي ما اقدر ولا حد. فاقول لك تروح لمطعم غالي يعطيك شكل ويعطيك هذا والطعم وفلوس غالي. انت انا احبه هواي والقلب يراده شيء مختصر معناه انت السعاده حلوه الحياه وياك والدنيا جنه ويامي يمك صار لها معنا. مو يمك انت انت عايز صوتك والله حمد. يلا بسعود يا بعد بسعود قلبي يا حبيب اخوك. يلا ترى مثل جعانين والله يواعه. انا عندي سؤال بس حق هلاديمي وحق هلاديمي. اسال انا بدوق من طبخه. لا تذوق ولا تذوق من طبخه. لا 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 تعال 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 انت يا ولد. اوه خيول يا ولد تعال. والله يده صغار خيول ما هي مواد. اذكر ربك ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ما شاء الله. اوه احس بكتمه. ايه تعال باقي بس ما تبلت هوا تف عليك انت. اهلا وسهلا سيدي. اللي اتمنى انك تفوز عشان هذا ممكن تنقذ فبراير يا حبيبي. اي والله يا رب حبيبي يا فهد. لبيت لا فهد حمد مطيري اختك الله يقطع بليفك. مشيت عنها مره من المرات. ليش وين ها ايش أختي؟ ما نسمع اي يا اخي انتوا ايش فيكم عنيفين ضد خواتكم؟ ما صدق اختي مشيت ايش مره رحت توصل اختك للدوام جبت العيد. ام عزام جبت العيد. والله جبت العيد يا رجال بالله خلها حمد. يبس يبس والله يبس والله. نزلتها في بوابتها يبس والله. ها نزلتها في البوابه عند البوابه عند دوامها. اي لان استغرب شلون نزلها في البوابه. كمل. قلت جيت عند البوابه وانزلها.
على انها نزلت البنت الحلال ودخلت الدوام. ايه تحركت ترى الشيء ناشفه في الباب وفي انا اسحبها مع العالم. اي والله والطق طق هذا يا ولد والله ما دريت زين اني ما شلتها تحت الكفره. بسم الله عليهم ترى نفس الشيء انا لا انا اللي اقوى منها تدري ايش؟ ايه خيت ركبت ورا جت عمتي ركبت قدام وجت اختي ركبت ورا فكان في اغراض في السياره ورا العباه جت على الكفر. اوح تخيل امشي وتشد العباه كامله كيف الله الهمني وقفت ما ادري. احمد ربك يا ابو سعود انا من النوع اللي يولع شيلات تخيل مولع شيلات وهي ورا وانا رايح هذا مستطر مع بالي ان اختم مستطر ما وياه رايح والعب في الشارع يطوط والله انا اصل لبيتي راجع معي لكن ربك ستر سبحان الله. لا الان ميزه في سياير الجديده في سناسر تحت الباب اي شيء يظهر من الباب او غيره سنسر ايوه جدا جميله صح. شباب لا تقولي بدات تقيل يعني لك ما تحرر الا بالعافيه ان شاء الله. امين. اقطع ابليسك. طبختي بتاعي. طبختك حبيبي اذا حطيتها على الطاوله صارت مو طبختك صارت ملكي انا. والله؟ ايه. خلاص انا اعتذر تبغى ارجع؟ الله يقربك. زين شباب باقي بالضبط 6 دقائق ابدا اشوف النظافه. يلا. فحياكم قدام. تحدث النظافه. ها؟ تاكل اصابيعك يا عادل. هاي فهدنا كرسيك هنا يا عادل كرسيك هنا ترى 150 طيب لا ما غلى كيف انا من الناس اللي احب البساطه يعني ممكن لو تجيب لي طبق زي كذا ما اكل انا احب شيء يكون بسيط يعني ها زي كذا حمد صورها الله يسعدك ترى متعب عليها انا اخوك افعليك نزلها والله في الهاشتاج موجوده معي صديقي. شباب تتوقعون 50 راحت حق من لكم اللي هني ولا اللي برا؟ ايش 50 الاسبوع اخر مره نقطة. طبخت كانت خطوه اخر مره طبخت كانت فادر عطوي واحد برا اتوقع ان هني راح تروح لواحد برا اعرف حظي يستاهلوها اللي برا كول يستاهلون والله لهالدرجه شاي مالت الاسبوع اللي هاي وياك اليوم شاي مالت الاسبوع قلت لك ترى يوم الخميس ترى اشخاص واحده بس القلوب تغيرت يوم الخميس ترى يوم الخميس ظالم ولكن في قلبي لسه هوى ظالم ولكن في القلب لسه هوى كم قلت بكرة يحن ألقى يزيد في جفا كم قلت بكرة يحن ألقى يزيد في جفا ينسى الهوى ينسى ولولو كيف ينسى ينسى الهوى ينسى ولولو كيف ينسى يعني عشان بهوى يعني عشان بهوى يعمل كذا فيا ويعمل كذا يا مال الشحم مثل كذا امسكي خبز كبير انا قاعد اتذوق انا مو قاعد ابلع الله يمد لي رجلي والله يا عضته خليني ساكت شفته وشخبوط انا عضك انت بعد ها شفت منك انا ايه انت تعرف وين شو مسوي من الذنوب ديناصور ما هو ادمي ما شاء الله عليك بسم الله لا اله الا الله بسم الله بسم الله فك تمسح أنا ما أتفاهم الحين، الحين تفاهم وين؟ أنا مقدم الحين، الحين تفاهم وين؟ يو صح دي وقف الكواليس أيوه تعال تعال اعتذر الحين لأن السالفة فيها إيه؟ رأي ما تاكل حقنا مو خبزة خذ من الخبز اللي بدك ما شاء الله ريحة ريحة الزواجات ريحة الزواجات ريحة عود ما شاء الله تبارك الله لا يضرك الله لا يضرك الله ياخذك الجنة قول آمين آمين وياك عقب عمر مديد والجميع شفتي على جنب Huh?
مدري. وش شنو؟ هذه لك. شوف. بساطة بساطة. الشيء البسيط يسوى الشيء الكثير. شفت المطعم اللي تروح عنده وتطلب بطاطس يحط لك شوية كاتشب يقول لك حساب 50؟ كملها حمد. سفينة. والله صح. صح صح. البداية على طول. ايش على طول. على طول. ودي حوش. ودي حوش. صالح وياي؟ يا عوال بقول يا عوال. صالح لو يذوقها يقول ما يدخل مطبخ الا سلطان فهد. الله يعطيك العافية حبيبي. فهد المطيري. تعبانك من انت؟ لا ادري والله. انت ما اشتغلت في الطبخ اليوم. حمد اطلب منك طلب. حطيت الزيت. حمد. جاب السكين. ممكن طلب. حمد. ممكن طلب. سلم. ابغى شباب. معبوش. معبوش ما في. معبوش ايش هو ذا؟ طبخه ولا ايش؟ معبوش معموج. فهمتها؟ معبوش معموج. عجبت حمد اهم شيء عندك كويس. حمد كيف حالك؟ معبوش. عادل انت ليش ما تروح تنام مع الشباب؟ والله اني جوعان وانا اثق في طبخاتك عشان كذا قلت خليني بجي ما اضيع الفرصه هذه يمكن كنت اخر طبخه اليوم اطلع وايد. تعال تعال عادل تعال. شباب تبونها سريعه ولا بطيئه؟ لا سريعه للامانه لانه احنا نبغى اليوم في توتر. لا عشان ناكل. اي والله في توتر كبار. شوف كيف ناكل. ناكل معكم يا حمد ولا بعد الفقره؟ ناكل معكم ولا بعد الفقره؟ والله شوف الحين بعد النتيجه. يلا بعد النتيجه احسن عشان حمد قاعد يتلذذ باكلنا. لا والله قاعد اتذوق لان نسيت طعمها الحين بتذكرها. تعال يا عادل جيب كرسي. هذا بعد النتيجه بعد النتيجه. من اللي ياخذ الدياي ويقطها في نص الصحن؟ تعبر قلبي حبيبي. شكرا. هذه رشوه ترى يا حمد احنا ما نتعامل بالاشياء ذي. تبغى ما ياخذ. شوف العلب موجوده مليانه. شنو شفت شلون؟ حمد ما يحب الرشوه يحب الحركه اللي ما يحبها. الرياضه اللي سويتها لهم اليوم صح صحتهم. والله ما كان بيكون نشيط كذي. وانا اقول ليه حط الزيت وجاب السكين. والله ما كنت جالس. تعرف العافيه. اخوي احمد يتصل لي من البحرين. السلام عليكم احمد السعود انت على الهواء مباشره. هلا ابوي. انا في البث حاليا في الفقره بقيم الشباب. قول له وين احسن فهد ولا سلطان؟ هو بيختار. اي اول ما اخلص حبيبي بقول لك شلون ندش السعوديه. ما علي دقيقة الحين بخلص. يا الله قلبي خير. شباب تقييم الطبخة. شوف الريالتي في المطبخ كيف يا اخي. اعطونا جوالات حتى احنا عشان نسوي. لا هذا اخوي اخوي الكبير ما ارد عليك اني مو راد على ابوي. الفقرة تنحط على صوب. اي نعم الفقرة تنحط على صوب في حضرة الاهل والصح وانا. الله لا يفرحكم ان شاء الله. امين. يلا يا شباب وياي. ما عليك احنا نتقيم واحنا هنا ما عليك. ها؟ نسمع قيم بس. ايش؟ نسمعك قيم ومعك. لا 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 انا لازم اتلذذ احب اتلذذ بهال الفقره عدل. خلوا عادي يتلذذ بالطعم. قوم الله يرجب لي سقعه تفحط في الصحن طعم حقك. اتوقف يلا شباب تعال روح. يلا ايه فلفل. يلا يلا يا فهد ابشر. عندي والله شو اسمه صالح وياي. ليربيز مشغل حلو حبيبي. من اللي خذ شو اسمه؟ الخمسين. خمسين من غير 600 غير شو اسمه؟ مش كثير رقم متسابق واحد. يلا تجاوب على السؤال و لا كذي لا توافقني اعطني اسم يا قلبي. هو سحب يعني. تبون اخر شيء ولا اول شيء نعلن لكم نتيجة؟ لا اعلن النتيجة اول شيء بعدين. لا لا اول شيء 50. يا اخي تستهبل يا فهد. اول شيء 50 خلاص. شباب ال 50 هي بطريقة السحب. تتوقعون راحت حق من؟ اي واحد او بتروح حق من؟ اي واحد فينا يستاهلها. 50 خطوة ترى دخلك براين وتنجيك. انا اتمنى والله سلطان عنزي ياخذها. 50 دخلك وتطلعك. شفتوا امس شخبوط استخدمه دخل من اللي اقل منه؟ بخيت. خلينا نقول بسم الله. كاريزما 35 بحث لاست
قولوا لي وقف، لا حد يطالع. وقف وقف، لا 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 لازم انزل تحت لان الناس لهم حق. صح وانا غلطان؟ وقف. واذا طلع لا لا حد يطالع. ما حد متركب لقاه. 1 2 3 وقف. مين عادل؟ قلت عادل. عادل يستاهل رجال، يستاهل. عادل بن هيف. ايدك بيض الله. 70% الاجابه صحيحه ولا غلط؟ صح. من الحساب يا ابو؟ حساب الماس الوفا. الله يبيض وجهه ويبيض وجهه، يعطيهم العافيه ما قصر والله. يستاهل يستاهل. 50 خطوه يا عادل بن هيف. يستاهل الله يبيض وجهك. شكرا لكم. ونجي الان اعلان الفائز. نعلن الان ال 600 راحت حق الشخص الجميل. ركبت 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 وما برقبها. ما برقبها اصلا. لبي لا إيلا. إيلا يعني ليش لا؟ لا يعني بطاطس. أنا علمني إيلا ليش لا؟ أنا إيه ما يحتاج ربيس. متى عشان أقولهم إيلا يقول لي إيلا يعني إيه؟ قلت له إيه. إيه إيلا يعني معناها ليش لا. أخ نعم. أخ حمد إيلا يعني إيه؟ أشوف ما يحتاج ربيس. قاعد أسمع صوت صالح. أنت شوف صالح، شوف شو تقول، شو تقول أنت؟ اقول ما يحتاج، ما يحتاج ربيس. قاعد اسمع صالح الله يرجف ليسك يسمع صوتك. انا قايل لك كم مره شو تسوي تصك شنو بابل شنو كنترول. الله يسعدك. تدري نعتها صالح شو يقول لك؟ بيركبك مايك محل المايك اللي انت لابسه. والله يمون ابو عمري يا عيار جنبازي. شباب الفايز معانا 300 نقطه اليوم هو يا ترى الفريق الأحمر ولا الفريق الأسود؟ الفائز واللي حصل على 150 و 150 ولا 300 و 300؟ أنا متحمس اليوم. لا إله إلا الله. الفائز هو الفريق الحاصل. هاي مركز 300 أو 600؟ ها في غش اليوم. حلو حلو. اللي حاصل على 300 واللي حاصل في استهتار بالمقدم اليوم. اللي حاصل عمده عمده مع نفسه برا. عمده يا ابوي مصرح لي او اعزمك بكره على نهايه عمده. حبيبي مصرح لك في خارج فقرتي هني. انا العمده، انا البوس، انا ادير الفقره. يقول لك هو عازمك الحين بكره على الضيافه. شباب الفايز اليوم ما اردك ولا اردك، كلكم فايزين في عيني. يا ترى يوم قلت الكلمه دي انا اعتبر نفسي فزت حتى لو خسرت. يا ترى علبة الملح اللي هني ولا علبة الشطة؟ دبة متعوب عليها. لا طبشورة. دبة متعوب عليها ترى شو؟ لا دام شيء عندي. بالله يا حمد استأجرين نبغى نعرف مين فاز. حلوة. خلاص صح. زين شباب شو تسوي أنت؟ شفتني أكل كثير من هنا صح؟ شوي خلنا يا فهد. إلا عندي دبة حلوة. أروح؟ عرفتها. والله عرفتها. تعال 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 تعال. باعلن والله باعلن واحد. وليد حلبي حاول تستعجل بسرعة. ليتك نايم والله. لا حلو والله حلو. جبتنا فيها 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 اي دور حاجة يدب علينا فيها. الله حلو. امسك يا مطيري. جد ايوه ما دبي كويس. ايوه دبع مطيري. شوف ذاك فهد خلينا نشد. شباب الفايز اليوم الشباب اثنينهم فايزين وابدعوا في الطبخة. اي والله ما قصر. تمام شكرا لهم من القلب. 50 نقطة واكل كل العيشة. خلاص بالي. شكرا لهم من القلب وشكرا لكم انتم في هاشتاج كاريزما 35 بدعتوا ويانا وابدعتوا. وابي اقول الفايز معانا اليوم وابدعوا وحضروا. ايه اوكي الفايز معانا اليوم هو الفريق الاحمر واللي مثله سلطان العنزي وفهد ولا نايت لك لبي. لا انا ما اقدر اقول الاسود. فريق الابيض النوايا والقلوب. واليوم فاز معانا في فقره مذاق لكاريزما 35 هو الفريق. طبعا حطوا في بالكم دائما دائما فقره حمد ما تحتفل الا برا. وإذا رحت تحتفل الفايز معانا اليوم في فقرة مذاق
وبتقييم 603. حتى نايف الصبور ما قدر يصبر. يا حمد 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 تخلص عاطر خلص العيشه. اي والله ما انتبهت ما انتبهت. الف الف مبروك لكم اثنينكم، انتم جميعا فايزين في عيني. بس اليوم اللي خذ 600 نقطه واللي خذ 300 نقطه تقسم على اثنين، هو او هما او هو امين. شنو دي يا حمد؟ استعج الله يرحم امك يا اخي. انت يرحم امك، انت جايبينك غلط اليوم يا تاكل بس. اوقف يرحم امك شباب. ترى انا ما افطرت لان انتظر الغداء. تعال بهالعافيه. الله يعافيك. الف الف مبروك للفريق. يا ترى يا تعال بهالعافيه. الله يعافيك. خيخ حتى لو فزت احس ما لها طعم. بلش وقت خلاص. ما ودتها والله. انا احب انها تموت. لاني عارفه هني شنو، انا كنت في يوم من الايام مكانك. فانا انا الوحيد اللي ما تمشي عليه الحركات. الفايز معنا اليوم كل تقدير واحترام نودع في هذه الليلة اثنين من الشباب. تخيلوا بكل حب وتقدير واحترام نودع في هذه الليلة أخونا فهد. أخونا فهد روح حق بيوتكم. تخيلوا. أما تخيل فهد إيه هو بيصير مثل زيادة. زين يا شباب بكل حب وتقدير ومودة واحترام لكم متابعينا على هاشتاج او على قناة الواقع سواء في بث اليوتيوب او على شاشة قناة الواقع، واللي كانوا متفاعلين معنا جميعا في هاشتاج كاريزما 35 اقول الف 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 مبروك لك يا سلطان شباب. ولكم ايضا الف الف مبروك يا شباب. تستاهلون كل خير. اثنينكم بدعتوا، شكرا لكم من القلب. والله تستاهل. والله تستاهل يا حبيبي. شكرا لكم يا شباب. عرفتم شخصنا معي خلاص. أنا والله لو روح المحكمة والله الله معك. أنا قانوني حبيبي. شوي وين كهوة؟ تعال تعال بحضور شباب تيون يمي شوي. نص دقيقة نص دقيقة أبيكم معي. عادل لا خلا سلطان حبيبي. شباب بسرعة سريع سريع كلكم خذ هاللونج شوية قليلا قليلا قليلا. عدل شباب أنا ودي أخذ صورة جماعية مع الشباب ثلة الطيبة لأن أتشرف فيهم. أي والله فالله يعطيكم الصحة والعافية. ونقول في ختام هالفقرة الجميلة أنا أخوكم حمد سعود بوجود حبيبنا الكبير نايف الأكلبي وأخونا سلطان العنزي عادل بن هيف فهد المطيري أخونا الجميل صاحب الروح الجميلة فهد الشهري. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. في أمان الله وحفظه ورعايته. السلام عليكم. يلا نبدأ سباق طرطم طرطم في فقرة مذاق طرطم طرطم. يلا نبدأ سباق طرطم طرطم في فقرة مذاق كل اللي عليك سنعطى بخلتك.